صباح الخير عليكم. النهاردة في يوم سعيد، النهاردة معاكم الشيف نهال، وهنعمل وصفة بيض إيطالي مختلفة شوية عن الأملت اللي احنا بناكله. هتغير طعمه وهتخلي طعمه أحلى معاكم بكتير. تعالوا بينا نشوف المكونات. معانا بيض، ومعانا طماطم شرايح مدورة، وزعتر فريش، وجبنة موتزاريلا، وفلفل أسود، وملح. خلونا نشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة هنجيب البيض بتاعنا، هنحضره عادي زي ما بنعمله، زي الأمر بتاعنا اللي احنا بنعمله العادي. الريسبي دي يعني سهلة قوي، مش بتاخد وقت خالص، وطعمها مختلف عن الأمر اللي احنا متعودين عليه. هنحط بقى دلوقتي شوية فلفل صغيرين، ونحط شوية ملح، ونضرب كويس قوي تاني. بس هنسيب البيض دلوقتي على جنب لحد ما نحضر بقى الطماطم بتاعتنا. اول حاجه خالص هنجيب زبده، مش عايزين نكتر زبده قوي يعني، علشان ايه؟ علشان برضو يعني الاكله تفضل هيلثي شويه معانا، يعني ما يبقاش الاومليت ويبقى زبده كتير، فخليها تبقى هيلثي شويه معانا. نحاول بس نوزعها كويس كده في الطاسة علشان الطماطم بتاعتنا ما تلزقش. بس اول ما الزبدة بتاعتنا تبدأ تسيح شوية، ممكن بس نشوفها تاني، هننزل بقى بالطماطم في الطاسة، ومش عايزين نحمرها قوي، يعني عايزينها بس يا دوبك كده ايه تاخد لون صغير، وبعدين ايه هننزل عليها بالزعتر. ممكن بقى تبدلوا الطماطم دي بأي حاجة انتوا بتحبوها، يعني مثلا فلفل اخضر مش بتحبوا الطماطم، بدلوها بأي خضار تاني عادي. الفلفل الأخضر بيبقى حلو معاها، البصل بيبقى لذيذ. هنستناها بس تتشوى حاجة بسيطة قوي، وبعدين هنرجع لها تاني. ممكن دلوقتي نحط رشة زعتر صغيرة، ونقلب بقى كده. مش عايزينها تاخد لون قوي في الاول، علشان بس احنا لسه هنحط عليها البيض، فهتستوي معاه شويه كمان. هندي البيض تقليبه تانيه كده، وننزل مع الطماطم بتاعتنا كلها، نحاول نغطيها كلها. بس اول ما البيض بقى يبدا يعني يمسك نفسه معانا شويه كده في الطاسه، هننزل بقى بالجبنه الموتزاريلا بعديه على طول. ممكن برضو لو انتوا مش حابين موتزاريلا، ممكن تحطوا مع الاومليت شادر، بتبقى تحفه. ممكن تحطوا اي نوع جبنه انتوا بتحبوها، جبنه رومي مثلا، مبشوره، اي حاجه تانية، اي نوع جبنه بتحبوه، اي نوع خضار بتستخدموه مع الاومليت بيطلع حلو جدا.
برضو نحط رشة زعتر تاني كده على الوش. الريسيبي دي سريعة قوي، لو انتوا مثلا حابين بتصحوا الصبح مثلا رايحين الشغل عايزين تعملوا حاجة سريعة بس في نفس الوقت مختلفة، حاجة يعني غير الأومليت اللي احنا متعودين عليه، الريسيبي دي بتبقى لذيذة جدا. احنا دلوقتي هنغطيها علشان الجبنة بتاعتنا تسيح والبيض بتاعنا يستوي. وهي يعني الوصفة مش بتحتاج ان احنا بقى نعمل فيها حاجات اكتر من كده، خلاص هي الطماطم هتاخد من طعم البيض، هتاخد من طعم الموتزاريلا، والزعتر هتبقى لذيذة قوي. هي كده خلاص قربت تستوي، احنا بس محتاجين الجبنة بتاعتنا تسيح وخلاص كده هنسيرفت على طول. خلونا نبص كده بص عليها. لو عندكم اطفال برضو ممكن هم يحبوا الوصفة دي اكتر، علشان البيض السادة بالنسبة لهم بيكون صعب شوية، فلما بنزود عليها حاجات زي الجبنة مثلا نوع جبنة هم بيحبوه او الخضار اللي هم بيحبوه او كده بيبقى احلى بالنسبة لهم ان هم يغيروا او نجدد لهم دايما او كده، بتبقى ألذ بالنسبة لهم بكتير. كده بقى خلاص البيض بتاعنا كده استوى تماما وهو كده جاهز خلاص ان هو يتقدم. زي ما قلت لكم احنا ممكن نقدمه مع توست، ممكن نقدمه مع عيش، يعني اللي انتوا حابين تاكلوه بيه، او ممكن تاكلوه عادي لوحده بالشوكه. هو كده خلص خلاص. وبكده دي بجد تبقى اسرع وصفه اومليت طعمها مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. وخليكم مستنيين معانا، هيطلع دلوقتي على الشاشه وصفه الغدا بتاعت النهارده. المفروض